البطاطس في ان جنرال يعني البطاطس دي حاجه ممكن واحده تاكلها لو فعلا عامله نظام غذائي ممكن. او دايت فعلا قد ايه بقى او كم هو كالوري؟ دي هذه المشكله. البطاطس ازاي نعملها كبطاطس نفسها هي كربوهيدرات يعني نشويات، ونشويات مش وحشه، نشويات كويسه. الكميات منها ازاي او لو هنقليها هتدي حاجه تانية خالص طبعا. لكن لو عملناها مسلوقه فعلا وحطينا عليها شويه ملح وليمون وكمون وحاجات اللي هي بطاطس مهروسه من نقطه زيت صغيره هتبقى طعمها مناسب وتبقى كويسه، بس بطاطسايه متوسطه هو ده اللي نقدر ناخدها. كميه كبيره طبعا هتزود لنا في سعرات حراريه، بالعكس ممكن تبوظ لنا النظام الغذائي كله. علشان كده مهم قوي يبقى في نشويات في الاكل بتاعنا كنظام صحي، لكن ما نمنعوش خالص لان لو منعناه برضو غير صحي. طب دكتور سؤال، البطاطس من الحاجات اللي لو انت كتبتها في الدايت تملى يعني عارف تملى تشبع يعني كويس؟ هو طبعا تملى، لكن هي المشكله في حاجه واحده ان ما حدش بيقدر يتحكم. اقول له بطاطسايه متوسطه ما بيقدرش يعمل كده، يقول لك يعني ايه هتفرق؟ طب واحده كمان هتفرق. زياده هتفرق. فاحنا بنحاول في الاول خالص كفي بدايه نظام غذائي لتغيير اسلوب الحياه، بنبعد خالص عن الكربوهيدرات في الاول، وبعدين نبتدي نرجعها تاني حاجه اسمها جود كارب، الكربوهيدرات الصحيه مش الكربوهيدرات الغير صحيه. طب انا جاي